يحبوا بعض على الأهرامات يقول لا نمنع زيارة الأهرامات أو نعيد الأهرامات عمر المسجد ما يتعب لكن مسجد مش هتلاقي حاجة هنا يعني مش هتلاقي أي ورق جاي في الزهدان راح اروح النيابه احط اجوالي احط صباعي في عين التخييم بس هو بيجيلي في الحلم وبيكلمني واكلمه بص انت هتبقى حطب جهنم اللي هيلمنا كلنا في الاخر يوم القيامه وهيولعوا فينا بيكي وبيشتركوا معانا في الانتاج هل تعلم حضرتك ان احنا لا يوجد انتاج درامي في اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ لا يوجد انتاج درامي في اتحاد اذاعه التلفزيون بعد قطاع الانتاج ده مكان كل المسلسلات ماليه البلاد العربيه. التلفزيون لما اطلقه السيد الرئيس عبد الناصر واطلق ادى اشاره البنى بتاعه في 59 وافتتحه في 21/7/1960 وكان اول احتفال بثوره يوليو من خلال التلفزيون المصري. الحقيقة التلفزيون عمل حالة عند الناس وعمل حالة في الشعب العربي كله. مفيش النهاردة أقول أسمع